هل يمكن القول بالمعادلة التي أنت تتحدث بها أن القوى الشيعية الآن رافضة لأن إيران رافضة أم لأنه هي بذاتها ترفض؟ لا، القوى الرافضة هي تستجيب لمتطلبات الرفض الإيراني. أها. الرفض الإيراني رافض بشدة تولي عدنان الزرفي إلى رئاسة مجلس الوزراء وبالأخص القيادة العامة للقوات المسلحة. وللأسباب هذا القوى تتناغم وتستجيب إلى ما تراه إيران في الوضع العملية السياسية في الوقت الراهن. الأسباب هو الخشية على بعض الفصائل المسلحة، الخشية على الحشد الشعبي، الخشية على الموالاة إلى جانب أمريكا كما يزعمون. هذه جملة من المخاوف يسوقونها في ظرف حرج أيضا تمر به إيران نتيجة الحصار الأمريكي، نتيجة انخفاض عائدات النفط، نتيجة كورونا التي جعلت من إيران البلد الخامس وربما السادس في دول العالم.